من 50 سنة كل عيد، كل مناسبة أو احتفال أو عطلة طويلة بيحطولنا على الفضائيات والمحطات العربية على اختلافها، بيعرضولنا هالأعمال الفنية بقصد الإمتاع والمؤانسة. وهالأعمال يلي غزت الشاشات العربية ويلي عم تنعرض ويتكرر عرضها ويلي عم تعيش بذاكرة الجمهور كبار وصغار ويلي عم يتربى عليها الجيل من أكثر من 50 سنة، أصدقائي في كل مكان، يسعد أوقاتكم بالهنا والسعادة. من مدة كم يوم جفاني النوم وصارت الساعة 12 ليلا وما كنت أنعس، يمكن من كتر ما شربت شاي خلال النهار. المهم شغلت التلفزيون ونويت أحضر لي شي فيلم حتى أجلب النعاس لشفوني، وقلت لحالي أحسن شيء أني أتفرج على فيلم خفيف ناعم ضحك ما في مانع حتى نام وأعصابي مرتاحة، لأنه مو معقول بآخر الليل أتفرج على أفلام معقدة وكئيبة أو أفلام بدها تفكير وتحليل وتقييم، بدي شيء لطيف. قمت جبت صحن موالح وأنينة كازوز من البراد وفتت على نتفليكس حتى أختر لي شيء فيلم مناسب. دورت بحبشت فتشت على عناوين، احترت قلت لروح أونلاين، دورت بحبشت فتشت بين هالعناوين، احترت شو بدي احضر يا ترى، مستر بين ولا جيم كيري، بيل جوسبي ولا روبن ويليامز. وقرر قراري اخيرا اني شوف شارلي شابلن، مع اني بعرف كل افلامه حافظها عن ظهر قلب، بس قلت لحالي رح ارجع استذكرها وليش هالفنان صار عالمي واكتسب هالشهرة يلي ما ماتت لحد هالتاريخ وليش سموه أيقونة الكوميديا. حطيت فيلم الطفل، شفت شوي منه. هالفيلم أنتج عام 1921 وهو عبارة عن إطار كوميدي اجتماعي طريف، أحداثه تدور حول طفل لقيط تتركه والدته الفقيرة في الشارع لأنها لا تستطيع إعالته، أملاً في أن يعتني به شخص أكثر غنى، ويعثر الصعلوك شارلي شابلن عليه ويعتني به رغم فقره الشديد، ويعانيان معا من شظف العيش والحياة الفقيرة. يعني ملمح إنساني جميل. حولت بعد فيلم الطفل لفيلم الأزمنة الحديثة. شارلي شابلين عامل بمصنع واقف أمام خط إنتاج متحرك عليه براغي بده عص، وظيفته كل ما مرق برغي يعصه بواسطة مفتاح حديدي، ولازم يعصه بسرعة حتى يلحق البرغي يلي بعده. وهي هي وظيفته الرئيسية طوال 8 ساعات عمل، ولما بيخلص من الدوام وبيطلع على الشارع بتضل إيديه عم تشتغل كأنه عم تعص براغي. يعني عم يعرض علينا شارلي شابلن كيف تحول الإنسان لآلة في هذا الزمن الصناعي. صفنت شوي وقلت أنا هلأ لو بدي أعمل مشهد تمثيلي نقدي في هذا الزمان الصناعي الحالي، يعني بعد مضي 100 سنة على مشهد شابلين، رح أعرض فيه كيف انقلبت الآية وانعكست المفاهيم وتحولت الآلة لإنسان وأخذت محله بالعمل والتفكير، وصارت الروبوتات يلي أخذت محل الإنسان حتى شكله صارت تقوم بمهامه، وبعد شوي يمكن الإنسان يقعد بالبيت متقاعد وهو بعز الشباب. انتقلت لفيلم حمى الذهب، شفت شارلي هالصعلوك الفقير المشرد عم يطبخ هو ورفيقه الجزمة تبعه بالطنجرة لأنه رح يذبحهم الجوع. بيسلق الجزمة بالمي السخنة، بيسكبها بالصحون وبيقعد بياكل هو ورفيقه، بيتخيل شواطات الجزمة يعني الرباطات، بيتخيل سباجيتي
والبسامير زيتون بمصمص المسمار بيرمي البزرة. يعني بتفهم من سياق المشهد حس التهكم والسخرية من واقع مرير عاش فيه الأغنياء بترف وما تركوا للفقراء غير الشقاء والتعتير. كان شابلن بأفلامه يعتمد على النقد الاجتماعي اللاذع ويسخر من السلطة الغاشمة والبرجوازية ومحدثي النعمة وعن جهية الأغنياء وغطرستهم وأرباب العمل المدخمين. إذا كنت عم تبالغ بالجد كتير بتصير ممل ومضجر أو مدعي، وكل أمر أو موقف إذا يعني مزجته بشوية تطرية للخفة يعني والدعابة الناس رح تستقبله بارتياح وابتسام. شابلن كان ينحاز للفقراء، يناصر الضعفاء، وعندما ابتكر شخصية الصعلوك المشرد الذي ينطوي قلبه على الشهامة والأخلاق الحميدة عمد من خلال هذه الشخصية إلى مناقشة القضايا الاجتماعية المختلفة ذات الطابع المأساوي ودمجها مع الكوميديا بطريقة رائعة وعبقرية، فأحبه الناس على مختلف انتماءاتهم وثقافاتهم وبلدانهم وفي جميع أنحاء العالم بالرغم من أن أفلامه كانت صامتة. كره الطغاة ومثل فيلم الديكتاتور يلي لعب فيه شخصية هتلر الطاغية المجنون. يقول شابلن: عندما كنت صغيرا ذهبت برفقة أبي لمشاهدة عرض في السيرك، وقفنا في صف طويل لقطع التذاكر وكان أمامنا عائلة مكونة من 6 أولاد والأم والأب، وكان الفقر باديا عليهم، ملابسهم قديمة لكنها نظيفة، وكان الأولاد فرحين جدا وهم يتحدثون عن السيرك. وبعد أن جاء دورهم وسأل عن سعر البطاقة أخبره عامل شباك التذاكر عن سعرها. تلعثم الأب وأخذ يهمس لزوجته وعلامات الإحراج بادية على وجهه، فرأيت أبي قد أخرج من جيبه 20 دولارا ورماها على الأرض، ثم انحنى والتقطها ووضع يده على كتف الرجل وقال له: لقد سقطت نقودك. نظر الرجل إلى أبي وقال والدموع في عيني: شكرا يا سيدي، شكرا. وبعد أن دخلوا سحبني أبي من يدي وتراجعنا من الطابور لأنه لم يكن يملك غير 20 دولار التي أعطاها للرجل. ومنذ ذلك اليوم وأنا فخور بأبي، كان ذلك الموقف أجمل عرض شاهدته في حياتي، أجمل بكثير حتى من عرض السيرك الذي لم أشاهد. من أقوال شابلن: لا تبالغ بالمجاملة كي لا تقع في بئر النفاق، لا تبالغ في الصراحة كي لا تسقط في وحل الوقاحة، يوم بلا ضحك يوم ضائع. لا شيء دائم في هذا العالم حتى ولا مشاكلنا. المهم بعد ما عملت جولة على أفلام شارلي شابلن وشفت منهم مقطع ومنهم مشهد عرفت أنه الشهرة والنجاح ودوام هالمعاني مع السنين والأيام على إنسان ما بيجوا من فراغ، واحترام الجمهور لإنسان سواء كان فنان أو سياسي أو شو ما يكون إنما كان سببه سلوك هذا الإنسان وحرصه على أنه تكون صورته بأذهان الناس ناصعة ونقية. شردت بعد ما طفيت التلفزيون وعرفت السبب الرئيسي يلي ما عم يخليني اضحك من اعمال كتير كتير من نجومنا المحليين او العرب او حتى العالميين. وطالما نحن عم نحكي على شابلن فاللافت انه شابلن بكل اعماله من الفها ليائها ما سخر من قيمة ايجابية على الاطلاق. كان يضحك العالم على نماذج سلبية بالمجتمع الانساني عايشين بيناتنا، كان يتهكم عليهم وعلى سلبيتهم
بيعملهم مثار للاستهزاء وعدم الاحترام وللاحتقار احيانا. وهيك كل الكتاب والفنانين العالميين والمحترمين بيعملوا. مولير الكاتب والممثل الفرنسي ضحكنا على البخيل، على المتمارض ومدعي المرض، على المتستر بالدين بمسرحية طرطوف، على محدث النعمة بمسرحية البرجواز النبيل. ضحكنا على الشاب الحليوة مستهتر مغتر بجماله ويلي بيغرر بالصبايا بكلامه المنمق وبيخطف الحلوات من بيوتهم بمسرحية دون جوان. يعني كل الأعمال الفنية العالمية الضاحكة خلتنا نضحك على المخادع، على المنافق، على الحقود، على الحسود، على اللئيم، على الكذاب، على الحرامي، على الجاسوس، على الجبان، على الخائن. شكسبير مثلا خلانا نضحك على شايلوك اليهودي التاجر بمسرحية ميرشنت أوف فينيس، تاجر البندقية، شخصية مرابي تافه، حاقد، ناقد، طماع. أعزائي المشاهدين، يلي بقصده إنه استجرار الضحك على القيم الخيرة والرموز النبيلة يلي إلها مكانتها واعتبارها بالمجتمعات لا يجوز، وغير مرخص للفنان إنه ينال منها أو يتعرض لها مشان يستجد الضحك من الجمهور. ما بحق للفنان أو الكاتب إنه يتطاول على شخصيات أجمع المنطق والواقع على احترامها. نحن عنا بالكوميديا العربية إبا عطاسي الميزة خربان، والعائل أخذ إجازة، والمنطق ما له عازة، وبالضحك والمزاح تشتفي الأرواح. يعني إن الذي لا تجرؤ على قوله جادا فقوله مازحا، وإذا عاتبوك بتقول ولو كنا عم نمزح ما منقصه، شو ما بتلقوا مزح أبدا نضحك لنا شوي. وبيخترط الهزل بالجد والسيء بالجيد والحقيقي بالمزيف. وطالما نحن عم نحكي عن الفن والأعمال الفنية، فأعمالنا الفنية الضاحكة يلي أضحكت مجتمعنا العربي من محيطه لخليجه بمثقفيه وجاهليه على امتداد عقود كثيرة، وأصحاب هذه الأعمال فنانين إلهم شهرة واسعة طبقت الآفاق لا يجرؤوا على الانتقاص من قيمتهم أحد، فهذا أمر قرره جمهور واسع عريض وجمع غفير من الناس المعجبين الضاحكين لإنجازات هؤلاء الفنانين. من 50 سنة كل عيد، كل مناسبة أو احتفال أو عطلة طويلة أو قصيرة، بيحطونا على الفضائيات والمحطات العربية على اختلافها، بيعرضونا هالأعمال الفنية بقصد الإمتاع والمؤانسة والتسلية والترفيه والترويح، حتى أنه الناس حفظوها جملة جملة وكلمة كلمة أكثر مما حفظوا أي شيء آخر. وإذا ما انعرضت هالأعمال بهالمناسبات المذكورة بحس الجمهور بنقص بيطالب فيها. ليش؟ لأنه أدمنها الإعلام، عود عليها، صار يخرم بده إياها، مثل المدخن المحترف يلي قطعوا عنه التبغ والتنباك. والجمهور على ما عودته، وتأثير الإعلام على البشر ملحوظ. بدنا نشهر أغنية مثلا، مش ولا بد حطها كذا مرة بالنهار على مسافة شهر. بدك تشهر مسرحية أو مسلسل، كرر عرضه. بدك تنتشر جملة معينة أو كلمة، سواء كانت هذه الكلمة بايخة أو شرشوحة، كررها وبيحفظها الجمهور وبيرددها مثل الببغاء متأثرا بغريزة القطيع. وهالأعمال يلي غزت الشاشات العربية ويلي عم تنعرض ويتكرر عرضها ويلي عم تعيش بذاكرة الجمهور كبار وصغار، ويلي عم يتربى عليها الجيل من أكثر من 50 سنة، هي أعمال فيها تجاوز وكأنه مكرس ومدروس أو مشبوه ومدسوس للنيل من قيم إيجابية نحترمها ورموز تعليمية
نجلها ونقدسها ويجمع الجنس البشري على تقديرها والإعلاء من شأنها، لأنه من يبذل علمه ليفيد غيره يجب أن يوضع على الرؤوس ويكرم كأطهر مخلوق. يعتبر التعليم من أعظم الأعمال التي يقوم بها الإنسان، فهي مهنة الأنبياء والرسل. فالمعلم يعتبر صانع الحضارة وواضع حجر الأساس فيها، فهو القدوة الحسنة الذي يأخذ بيد الجميع إلى ضفاف العلم والمعرفة ونشر الخير. هو الذي يصنع الأجيال ويعدها للمستقبل كي تنهض بأوطانها في كل المجالات. فقد أولت اليابان مثلا اهتماما كبيرا ومتواصلا بالتعليم، حتى غدت من أكثر الدول المتقدمة في العالم، إذ يحظى المعلم في اليابان بالكثير من التبجيل والاحترام، حتى يطلق عليه لقب سعادة أو سيسني. سيسني تعني حرفيا سعادة، أو تعني ولد في الأول الذي كان قبلي. وتنظر الأسر والعائلات إلى المعلم على أنه شريك في تربية أبنائها، وسبب في نهضة اليابان الاقتصادية. وفي سنغافورة يقول لي كوان، مؤسس سنغافورة الحديثة والذي نقلها من العالم الثالث إلى العالم الأول في أقل من جيل: أنا فقط أقوم بواجبي تجاه وطني، فخصصت موارد الدولة للتعليم وغيرت مكانة المعلمين من الطبقات الدنيا في المجتمع إلى المكان اللائق بهم، وهم الذين صنعوا المعجزة التي يعيشها المواطنون الآن. وفي ألمانيا فإن العلم يعتبر أحد أعمدة النهضة الاقتصادية مع الطبيب والقاضي والمهندس. أما في الصين فإنهم يعتبرون المعلم مهندس الروح، ويقولون في مجالسهم: من علمني حرفا فهو أبي مدى الحياة. وقديما قالوا: أطلب العلم ولو في الصين. إنني لأعجب إذ أرى فنانين عربا، وبفرض استجرار الضحك واستجدائه في أعمالهم الفنية، يقعون في فخ التطاول على معلميهم القدوة، فيجعلون منهم مثارا للهزء ومبعثا للضحك. هل نضحك على من يعلمنا؟ هل نسخر ممن يؤدبنا؟ هل نتهكم على من يبني عقولنا ويزرع فيها العلم والمعرفة وأساسيات الأدب والأخلاق؟ عملت هذه الأعمال على إشاعة الشعور العام بقبول الفوضى وتكريس الرضا بانحطاط مستوى الفكر والأدب. وعندما كثرت انتقادات المثقفين لهذه الأعمال العاكرة، انبرى كاتب المسرحية يقول مدافعاً ومبرزاً حجته: إن هذا العمل أو المسرحية هو انعكاس لفترة معينة انهارت فيها القيم التقليدية للمجتمع المصري والعربي بشكل عام، وهذه الفترة كما يقول معروفة باسم فترة ما بعد النكسة وما بعد الانفتاح، حيث تحولت قيم كثيرة إلى مثار للسخرية. انتهى كلام المؤلف هنا. ما هذا يا سادة؟ عذر أقبح من ذنب، فبعد الهزائم والنكسات تتضح الرؤية وتذهب الغشاوة وتقوى السواعد وتجتنب الأخطاء. النائم يفيق والمتعثر ينهض والمرتكب يتوب ويصار إلى إيجاد الحلول الناجعة للأوطان كي تتعافى. هزيمة اليابان خلفت بلدا متهاويا، خلفته بعد الحرب ركاما وحطاما، فما كان منها إلا أن لملمت جراحها وبنت من ركامها ودمارها صرحا يعتبر اليوم نموذجا يحتذى به. حضارة انبعثت من العدم
معجزة حولت المستحيل إلى منجزات، غيرت الخارطة العسكرية للعالم، وكتبت التاريخ بمفاهيم جديدة صنعته، فصلته على مقاسها. ألمانيا بعد الحرب منيت بأبشع الخسائر بالعمران والأرواح، ولكنها نهضت من تحت الحطام والأنقاض لتقف قوية جبارة في ثورة صناعية أدهشت العالم. فكيف يدعي ذلك الكاتب بأن القيم التقليدية للعرب، ولا أدري ماذا يقصد بالقيم التقليدية، قد أصبحت مثارا للسخرية في مفهومه؟ كيف تغدو القيم مثارا للسخرية؟ كيف؟ شلون يعني؟ إنه كاتب ذو أفكار غير منزهة. العمل الثاني الذي أتبعوه بالعمل الأول وأيضا على شكل مسرحية، فإنما هو الكارثة الثانية، الكارثة المدمرة، لأنه يمس قدس الأقداس، ألا وهي العائلة، الأسرة، الحاضنة الأولى للنشأ، للجيل، للأجيال. فقد سخر الكاتب والممثلون والمخرج من الأب والأم والأخت في سبيل استجداء ضحك ملغوم ومشبوه. مسرحية ساذجة مسيئة بكل المقاييس، عمل فني شهر وبأذهان الناس انحفر، وصارت التعابير على كل شفة ولسان، وصار محفوظ عن ظهر قلب، وأخذ منزلة استراتيجية بالمعاني مثل العمل الأولاني. وكأني بالشاعر العربي الكبير المتنبي قد شاهد هذه الأعمال فقال: وكم ذا بمصر من المضحكات، ولكنه ضحك كالبكا. في عائل بناتنا عايش بيضحك على أبوه وأمه وأخته وأستاذه ومعلمه. ليش يضحك عليهم؟ والأعجب من ذلك الناس، إنه شلون الناس بتضحك على عماها بدون ما تفهم. أحباء المشاهدين، قال لي أحد الأصدقاء بما معناه: يا حاملا سلمه بالعرض، ما ضر لو نزلته للأرض. قلت له: ما فهمت عليك، شلون يعني؟ قال لي: يعني ضروري يكون وراء الضحك مقولة أو رسالة أو هدف. قلت له: إذا ما كان هالشي موجود، على شو بدنا نضحك لك؟ قال لي: مو على شي، الضحك لمجرد الضحك، الضحك بحد ذاته رسالة. أما محليا فهناك مسلسلات ضاحكة اشتهرت شخصياتها بخفة الدم ولطف الحضور، واستقبلها الجمهور بالترحاب والقبول، مثل يوميات مدير عام لأيمن زيدان وزملائه، ويلي فيه إدانة للفساد وهجاء للبيروقراطية بطريقة طريفة. وعنا كمان مسلسل ضيعة ضيعة الخفيف لباسم ياخر والراحل نضال سيجري إخراج الليث حجو. كمان في لوحات كتيرة من بقعة الضوء تسخر من النقائص والمعائب المتفشية بمجتمعاتنا. وفي كمان مذكرات عائلية لسلوم حداد وسلمى النصري، والفصول الأربعة من كتابة دلع الرحبي وريم حنا، وتمثيل حشد من نجومنا السوريين. المسلسل المصري عائلة وانيس لمحمد صبحي، مسرحية ضيعة تشرين وغربة للراحل محمد ماغوت، بطولة دوريد لحام، يلي عم تتجلى فيهن السخرية من شخصيات سلبية مثل البيك الظالم والغش وقسوة الاغتراب غلاوة الوطن. وكان يبقى كمان بالفن المصري القديم شخصيات رائعة خفيفة الدم كتير، مثل فؤاد المهندس، ماري منيب، نجيب الريحاني، عادل خيري، زينات صدقي، عبد السلام النابلسي، وإسماعيل ياسين، وعبد الفتاح القصري. أحبائي، الضحك جميل، صابون القلوب، يطهرها، ينقيها،
يذهب عنا الكآبة والكدر، ولكن وأكرر لنعرف مما نضحك وعلى ماذا نضحك.